في عنصر إضافي للدكتور الأستاذ جعفر المحمود، ثم نناقش رؤية موريتانيا في عالم أوسع. الرئيس الموريتاني زار وقام بوساطة كبرى في مختلف بؤر النزاع، وهو الآن يعود من بوروندي. الحديث لجعفر محمود وتجربته من الثورة ومن الرفض ومن التحزب والتخندق في الأحزاب السياسية المعارضة إلى شخص موالي للنظام يرى أن النظام قرر في يوم من الأيام أن يستجيب لكل ولجل المطالب التي كان يطالب بها الأستاذ جعفر والمحمود. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا استاذ جعفر محمود، نتخرج من جامعه المكشوط هون في ماتيماتيك ابليكي اغلاغس فرنسي. نكمل كنت في لونيفرسيتي دو روان، متخرج من في مات ابليكي فوندمنتال ابليكي. اصلا مؤسسين، اول شيء مؤسسين حزب تواصل في اوروبا، كنت مسؤول الشباب فيه وكان مقره في باريس. ثم بعد الانقلاب 2008 كتبوا مؤسسين وبادرت منعيش الموريتانيا، فور موريتاني. كنت مسؤول حقوق الإنسان في هذه المبادرة. ثم كذلك دعمنا وكنا من داعمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمبادرة حركة 25 فبراير، وكنت من الداعمين لها هون في موريتانيا. وبعض من النشطاء كنا قاع نمولوهم بلا كان. دونك اليوم بعد ذي السنوات كاملة الحافلة من النضال ومن أجل الوطن وأموره، بعد الربيع العربي أو ما يسمى نسميه بعد ذاك بالمحرقة العربية اللي خلقت في العالم العربي، تبين لي أن الداعين للرحيل والداعين للربيع العربي في موريتان أنه عبارة عن خطر يتهدد الوطن وليس مصلحة آتية للوطن الذي نعيش فيه على أرضه. أن أمامنا ثلاث خيارات توصلت لها مع مجموعة من الشباب ذيك الساعة بعد نقاشات كبيرة، أن أمامنا ثلاث طرق: إما الربيع العربي، طريق الربيع العربي والثورات وجلب الموريتاني، وذاك ما هو في صالح الوطن، به اللي يعد الوطن سوريا مثال وليبيا ومصر، ولا استقرار في هذه البلدان للأسف. المسألة الثانية هي أن المسألة الثانية وهي اللي الخيار الثالث هو الثاني، وخيار المعارضة. ومعارضة موريتانيا تعرفوا حالها، يكفي عن سؤالها، لأن معارضة ما هي فاهمة قاع الخطة، ما عندها خطة استراتيجية ولا عندها أمور، ومرة ناطحة مع النظام ومرة ناطحة ومرة موافقة ومرة تأيد. شو من الأمور اللي شو من الناس اللي قديما فقنا عليه هو رؤساء أحزاب، إلى اليوم ما زال رؤساء هذه الأحزاب. يعني معارضة فسه ما هي معارضة ديمقراطية قد تحكم البلد، ولا عندها استراتيجية النظام. الخيار الثالث هو خيار نظام متماسك أمامنا، ونظام نجح في حرب مالي وثبت الاستقرار في موريتاني، وتقدمت موريتاني في مجال التنمية، ما نقول كل التنمية، لكن بعد بدأت الخطى السليمة في الإطار اللي هو جعلنا أن الخيار الثالث هو اليالط ويندم اللي هو نظام محمد عبد العزيز. وكان لقاء الشباب من ثمرات هذه النقاشات. وفي لقاء الشباب نظام محمد عبد العزيز الحاكم الآن، النظام هذا نظام أنا أعتبره من أجود الأنظمة التي حكمت البلاد، لأنه نظام مفتح ديمقراطيا على جميع الطبقات،
المجتمع والأحزاب السياسية، وفتح قنوات يعني حرية التعبير في موريتاني بشكل لم يسبق له مثيل. أن حرية التعبير الآن المعارضة كانت محرومة حتى من المنابر، أصبح عندها قنوات وأصبح عندها مواقع وعندها كل شيء. معناها النظام الآن في جانب الحريات قطع في مرحلة كبيرة، في جانب يعني التنمية قطع في كذلك مراحل كبرى. جعل النظام ندعمه على أساس أن داعم مصلحة الوطن، أن محمد عبد العزيز رجل قاد البلاد من نستطيع أن نقول وغير يعني بكل صراحة وبكل، وهذا نقوله دائما في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية العالمية والمحلية، قلت فيها مرات أن النظام محمد عبد العزيز القائد الآن البلد هو من أجود الأنظمة التي حكمت البلاد. وهذا الكلام نقوله فخر بكل فخر واعتزاز، لأن البعض من دعم النظام يستحي أن الدفاع عنه حتى يستحي الكلام عن النظام في وسائل الأمور، لأنه حشمان من نحن هذه المسألة ما يمحشمتنا. كما قلت يعني النظام نحن دعمناه من أجل أنه يوصل الاستقرار والاستقرار في هذا البلد. الآن الموجود الآن بأن النظام نجح في الجانب السياسي، ما في استقرار، القائلين بعلن ما في استقرار، نعم في استقرار سياسي في البلد مريح، وفيه كذلك من ناحية النمو والتنمية والوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي مريح مقارنة بالأزمة الاقتصادية العالمية في العالم كله لأنها أزمة عالمية. ثانيا النظام كذلك نجح في الجانب الدبلوماسي، العلاقات الخارجية للبلد، والآن في هذه الأيام فخامة رئيس الجمهورية يقود وساطة يعني بقيادة يعني، والآن يقود وفد من الاتحاد الإفريقي لوساطة لحل حالة الأزمة السياسية في بوروندي يعني، وقيادة موريتانيا الاتحاد الإفريقي، وكذلك موريتانيا وجودها في العالم في الجامعة العربية، وجود موريتانيا في العالم الغربي والعالم كذلك العربي والإفريقي، هذا وضعية مريحة من جانب الدبلوماسي. الموريتانيا نجحت في موريتانيا، هذا منعكس لأن موريتانيا نجحت خارجيا لأن هناك نجاح في الداخل، وكذلك التكاتف الجهود في البلد هن من الخير إن هذا البلد من أجل إرساد. لكن القائلين الآن بهذه الأمور أن لا استقرار وأن لا كذا، مردودة عليهم، لأن الشعب الموريتاني كله ملتف حول القيادة الوطنية الآن من أجل استقرار البلد، من أجل مصلحة البلد، والقيادة الآن حريصة على ذلك. نحن نقول بأن كشباب داعمنا للنظام الآن ندعمه لأن عندنا شيء باش ندعمه، هناك إنجازات كبرى، هناك وضع اقتصادي مريح، هناك حرية تعبير، هناك أمور بلا مجاملة وبلا مرايبة. أنا قلت هذا في وسائل الإعلام الدولية وكذلك، وما زلت أقول أني ندعم النظام وأفتخر، وعندي باش أقول مسألة أخرى أخيرا أختم بها، القائلين بأن نحن نصفق للنظام من دور الفضل ومن دور شيء، أنا خلاصي فرنسا كان دوبلت خلاصي هنا 3 مرات،